بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وحسنا رسالة براءة السلف الصالح عما نسب إليهم صاحب رسالة الهدي الواضح. حسنا قارني جزك يعني صفحة سديت إيكوة وحقوا شاقي إن سيدة تأويلك ورؤها مذهب سلفك تفويض كنا إنه مذهب سلف أبوها، ولما تفويض كاس راح أقول تفويض المعنى، تفويض معاني الصفات، صفات كمعاني ذي ما ظل قام بالليلة معنيه. طيب إن ذاتك أو مبتدع أي قال لنا راح أقول راح يكبر من مذهب التفويض. طيب أو راح يسوعان الرحمن على العرش استوى مركي ليهن على حقيقته المعهودة، أيان حقيقة دي سنسوغينا لهين الاستواء، لكن كيفية إلهي بان أدينينا مركز روحي إلهي بي كيف كاعتقاد سنين كيفية كيفية واجهتا، لكن أنا ما قررين إليهين ويري ذات كان مفتدعي ويقعنا. طيب وحيا راس مركز كهذا صفحة سديتن إلا أقول وحان الرد عليه من وجوه. الوجه الأول وجه الكوات ادعاؤك أن السلف كانوا يفوضون معاني الصفات مجرد ادعاء تقابل بمثلها. سلف كما يقول تفوض أيها وشاهش ادعاء إذا كلا يا الله ظهر إمام كرا مد إذا لم يذا الله ظهر إمام كرا خلاص وانا دمات. طيب وينص الكاتب على أن معاني نصوص الصفات كالحروف المقطعة في القرآن. وحول عبدين يعني كوحار قري معاني نصوص صفات كسو أرارتي كالحروف المقطعة أو كان إليتها في القرآن كجرت ألف لام ميم يوكلا. ونحن نعلم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن، الله وحونا أمرينا القرآن كو تدبرنا، وحث على ذلك أن كانوا كبوري. طيب وأفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، وفيها أسماء وصفات لله، وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أي أولغنتا، وفيها صفات الرحمن. فكيف يتم لنا التدبر في هذه الآيات؟ آيات سأو تدبرنا معاني ذلك دانا فهميني. ويعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقرؤونها. ويعلم حل أجيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي أصحاب كيسا كانوا يقرؤون هذه الصور سورة لهذه أخر جرين والآيات آية لهم في الصلوات بيكو أخر جرين صلاة لهذا. أفكانوا يقرؤون بما لا يفهمونه ولا يتدبرونه؟ وحين كنت تدبرين المعاني ذو ذا فهمين المي أخر جرين أذن كويدينين أتامر. طيب هذا وجه. طيب الوجه الثاني ما قولكم في الصفات السبعة؟ يا مرك حرب حركة وحاجر ايه اسكوش الحرام وانه مرة بأن كسيء بوجهين صفات التضبرة صفات المعاني اللي يراه محاكا دايسا مبالينها. هل تعلمون معانيها التضبرة الصفة معاني اذا ما تقالنا حقيقة إذا ما تقرأنا إنسان؟ فإن قلتم نعم أداة راهان فمن أين أتى الفرق؟ فرق حجاب كيم المركز فرق حجاب كيم كصاب سن تضبط عن المعاني ذي ذوان لقال لكوة كلنا المعاني ذو ذا لما بيقى أنه مذهب السلف وتفويض حجاب كيم أمن الله ورسوله أم من أئمة السلف الصالح حق ألم يقيم حق رسولكم يقيم أئمة السلف حق ذم يقيم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وإن قلتم لا نعلم معانيها يكذبكم واقعكم هذا ترى أننا تضبط أن معنوه ذا من نقال واقع إذن بيننا يا مركة. طيب تصنوا إلزام كالاء قفصو. الوجه الثالث وجه السدحات قد مر بنا أن السلف كانوا يعرفون معاني الصفات وحنا صومرت إني سلف ويقانين صفات كمعاني ذو ذا
قال ابن جرير رحمه الله في كتابه التفسير في معالم الدين: فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها. حقيقة أديدها يواده المبتدع أمس بينها أن نثبت حقائقها شيء مرك حقيقة اسم الله سوي كرأسون معنيس اللي أقول من أن نثبت حقائقها حقائقها لنصبنا على ما نعرف به على ما نعرف من جهة الإثبات سيدا أن أقول قال حق إثباتك وأن أقوكرنا محيطة هنا ما يبقى قاب إيو ونقارن كرنا تلمان تألأيتها لكن محمد أقوم كرنا معنى هذا ونفي الكيفية كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفحة بقول يا فرطنات تبصيرك الآن وفي وجن وكاسا إن معاني ذو ذلك يقال طيب إمام الترمذي باب فضل الصدقة هراء وشاغي أهل العلم يعني إليه تفسير أوليهم حديثنا يا أيها جميعنا تفسير كله ووحيه فسرت الجميع على غير ما فسره أهل العلم وقالوا إن معنى اليد القوة أيها تفسير كاس قوة والديد كان سلف وتفسير إليهم يا جرم طيب تعالى مرك أقوانس الفهم طيب وهكذا مشكلة كلا هاي ستنين كان وحا ايتها مذهب السلف مرك أوليه تأويل روح أسر شاقي التأويل والسلف الصالح حد عدنا تفوض أوليه مذهب السلف تأويل لواءها تفوض لواءها إمام كيس بيجورنا أوليه مذهب السلف تفوض وعيه مضع أهم تأويل معها مذهب كتأويل كان راجح سن أو خلف أي وطان ساس نفتر كيف عبدين تحفة مريدك مرك أشرح وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيه ماذا سفيري طيب ماذا كان أو تفويض كلي أنا ماذا بالتجهيل سلف أقول الجهل حكمنا أيوة حميق أنا للي أنا وحي سيد أقول لنبا إسكوريان أو إشاك شاقه قرآن كمرك الله قيد يسدح قيب قيب أهان إلهي بوكو الرماء عقائدك بوكو الرماء لما قرروا يهدين لي رهدي ألا لا فهمي واي يعني سين لو عبده يا الله سبحانه وتعالى بك الوقت مركا هل كان روحا نص كان سلف إلي معاني لسوقي جيني الوجه الرابع وجه أفراد لو كانت عقيدة السلف التفويض في المعنى كما يدعيه هذا الكاتب فما معنى قول مالك الاستواء معلوم دين لا يراد عقيدة سلف وتفويض حاجة معناها سيدا منك الأشياغان يحقر قري محاول قري يا قولك إمام مالك وسلف كم إذا معنيس يا قولك الاستواء معلوم معنيس فإن قلت هذا ترى أي معلوم أنه ثابت في القرآن وحال قولا استواء هو معلوم قرآنك كجراء فصال قولا دين لا يراد فهذا يعرفه الطفل في الكتاب عنو جيرك يدكسي يكتبوا يق أن استوه إلى قرآن كجرا سورة الحديد مركو سو جارة بس إلى قرآن كجرا وغانية طيب فهل هذا يحتاج فهل هذا يحتاج إلى تنبيه أرن كاس مركو واحد تنبيه مباهنا يا مركي برار الجن وحاسمي مباهنا يا طيب الاستواء معلوم قرآن كجرا ولا جوز أساسا الأوجيه ورمها حاسم طيب واحد معلوم كشيء قال قرنا واللغة هي اللي يقال ومعني سؤال فهم كلام الوجه الخامس نفي علم الكيفية دون المعنى نص كلام أئمة السلف الصالح وإليك كلامه طيب مد أولي إلهي مية كيفية كيفية يا صغير كيفية بي الله أصدق يعني يقول إلينا أنه كيفية من لقانا دهينا معناها لكن وقررنا تاسو بدك كعينينا بل إن سلف أي كيفية شيئين
لكن أين الأقوان أولهين إلهي أن أغيسين القرآن في حديث أن أغيسين إنه جرت بل بيسو. قال الإمام مالك إمام مالك وحأويري وشيخه ربيعة يا شيخ سر ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى إذا وحاوين استيوها ووحلى قرامان والكيف مجهول كيف ذي سنة ووحلى جاهليها لنا يقال مجهول وحلى جاهليها لقرنين شيئا بجر ومستحيل أن جر ولا جاهليها إلا بها وحاوين ما لا يعني. والإيمان به واجب إلا رميان وواجب والسؤال عنه بدعة وحسكوا يدين تيسونا وبدع كيف يلسوا يدين إذا لم تكن هناك كيفية لا تعرف كيفية الجرني من هبان الجرين لما قيل محلوه والكيف مجهول ما سأل الله رأي. قال الأئمة الأعلام الثوري والليث والعزاعي ومالك يوان وحيد أمروها كما جاءت بلا كيفية كيفية لا أنا سيدة الرماية وقرت كيفية الآن. فمن هنا علم أن هؤلاء الأئمة خافوا من أنه إذا عرف معنى الصفة لغة أن يتجاوز ذلك إلى ما يعرفه الناس في أنفسهم مما هو مشترك بين الألفاظ، فلذلك قالوا ما قالوا من نفي معرفة الكيفية. مركي صفات المركة اللي ولا قرنا معنيه أي عددك أي اسمه كران معنى أي مشترك تهاي معاني بني آدم ك أما عددك قارقاتها سلا درت بأي مدي سلف كبيرة من بلا كيفية. طيب وحكي كعب سلام معنى صفة معنى إذا جرشنا اللغة اللغة هاللغة تي إلا جسي جدب عددك وحي يوي قانان أو مشترك نكوأه إلا جدب أيك عبسان سادرت بمركة وحي أنفين كيفين إلا يقان. طيب فكيف ينفى معرفة كيفية أمر لم يعرف معناه؟ هذا بعض إسرائيل يتهينوا حاجة كوع بينا يماش أي كوب عبد هينا شيئا معنيه سلقرا من كيفية إلا أنفين بلا كيفية إلا رهب سيكو سورتين وحمرك معنيه سلقرت أيها لك عبسان وحكا أميكي ماذا المركز وحي كلام الديداء اللي رأى وحصل سلاس معها لكن وح معنيه إذا قال من إني وحيتها قال الجرمين كيف يلقى أن فيها مسلك تويس ما فكيف ينفى معرفة كيفية أمر لم يعرف معناه والكيفية هي كله الصفة كيفية وصفة قاب كذا وهذا يحتاج إلى إحاطة تاصلة وحيبها أنت إلا هري إلا كوابة والمخلوق لا يحيط الله بعلمه مخلوقنا أن علمك وكلوم كروا ولا يحيطون به علما دواء كامرك إمام مالك الاستواء معلوم يري طيب والكيف مجهول يري كيف شيء معنيه سلا يقان كيف يري سلا جاهلها إنه يتهسف أي شيء. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد له جزء كروا اللوب وليس عاشا تحت حديث النزول وحيرف نحن قائلون أنه حانه كورده مصدقون الرمين بما في هذه الأخبار أخبار تنوحك الصغر من النزول أحسود جد ألا أسود غير متكلفين أنه إسكو كلفين كو إسكو كلفين أن نهين القول بصفته أو بصفة الكيفية كيفية الصفة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول نبي نزول ونوشا لكن كيفية النزول كأبعين ومشيين مركة تأسو كلف مين أيو ليه نعم وكا ابن خزيمة نعم. طيب هنسو كلف مين بصفة الكيفية محاب عي نبي أنه مصفين من كيفية نعم داني واحد جرى هين نبي أنه مشيين وكدع وكا مصينا مونا بهين. وقال عبد العزيز بن الماجشون من أئمة السلف كم منها لما سئل مركي النويدي عما جحدت الجهمية قال وهؤلاء وإنما أمروا وحال أمر بالنظر إن يحصير في ريال والتفكر فيما خلق وحال أو أبوري إن كت دبران أي الله فري
وإنما يقال كيف كيف وحال إرادة لمن لم يكن مرة مر قف أن جري جري ثم كان هذا. أما من لا يحول ولا يزول متك أنزولين ولم يزل أن زول وليس له مثل انتصار على الهين فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو فإنه شأنه وحاوية لا يعلم كيف هو سيد إسوء ويهي مقارنة إلا هو إسوء بأسجارنة أحد سيداسة سيد ويهي إدقارنة يسمى إسوء ويهي كيف هو فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو كيف هو كيف يشاهد مركة كيف يشاهد لكن محرير إسوء كليا قارنة نوم المقام إيه هو مركة حالة تفويضنا طيب رواه أبو بكر الأثرم أبو بكر الأثرم يا ولي طيب وابن بطة ابن بطة في الإمام بإسناد صحيح عبد العزيز بن أبي شور نواكا سأل كيف الإله ما يقام بوليه وحما يعرضها إلى مأه طيب انظر أيها القارئ في من البركة القارئ إلى قول الماجشون فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو تجد صحة ما ذهب إليه أهل السنة أهل السنة كنت أجان أو تفويض الكيفية صح إني تعي يتقرر إيسا وانحراء طيب تجد صحة ما ذهب إليه أهل السنة وانحراف ما يدعو إليه هذا المتعالم من كان عالم إسخيال كانحراف كي سلماش أصباتك قرر إيسا طيب حتى الحافظ ابن حجر طيب طيب حتى الحافظ ابن حجر فيري فتح الباري جسك سدح التمناد لا يبغل سديتن إيكو لبعض دار الريان تحت باب ما يكره من كثرة السؤال من كتاب الاعتصام بالسنن من صحيح البخاري صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالسنن باب ما يكره من كثرة السؤال وحأويري وأشد من ذلك في كثرة السؤال وحأودراني وحأي تاوير البحث عن أمور مغيبة إلا باربار سؤالها الله إداري وحكم يعني إلا باربار أمور غيبة ما ينغمق ورد الشرع شرع وأخص أروري بالإيمان بها إلا الرمالي أمورها مع ترك كيفيتها كيفية للتقايد يدو كيف يدو إذنه لا يتقي وحيالها سكرم صفات إلهي ما مكمل مع ترك كيفيتها إليه بلعيك ما شاف طيب ثم قال صاحب الرسالة نكا وحقوا إلى ربنا صفحة الله يتمنات وقال الترمذي إمام الترمذي وحقوا إلى في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات قد ثبتت هذه الروايات روايات كانوا ويس بن عدن فنؤمن بها ورمينين ولا نتوهم ولا يقال كيف كذا لديهما جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها كما جاءت بلا كيف وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأن المرك حرق قارت الله يقول لها وطأ أما سيفتي قارت الله وجر لها نقع عن تقوى طوائنك أقول حلا يا مرك لما لم تكمل الكلام ورنيهم حد لما يستري لعبا هذا هل كان أنت الوجود جسينا الجواب واضح جوابته أسعبها لأن كلام الترمذي الذي بتره يصادم قصده ومرامه هذا لك أجوي وحكور إمانا يا أجيتك كجوحا يا من كان طيب وهاك ما بتره من ما بتره من مقالة الترمذي وحي أو جعي أو قصي بل قادميه قارئ أخي قال الترمذي إثر نقله الترمذي وحير وركاس أصول نقله كجبانه وأما الجهمية الجهمية فأنكرت هذه الروايات روايات كوي إنكرتي وقالوا وحي لهن هذا تشبيه ويا وقد ذكر الله عز وجل إلهين وحشاقي في غير موضع المال وحكبنا من كتابه كتاب كيس كمل اليد والسمع والبصر أيوك شاقي فتأولت الجهمية الجهمية وتأويل سي هذه الآيات آياتها ففسروها وحكوا فسرين على غير ما فسر أهل العلم طيب أهل العلم يسلف وحكوا فسرين وحالهين فتأولت الجهمية جهمية تأويل النسبي إمام الترمذي أو النسبي
سوى تأويل كسلف كو أمس بينا بلرت عاك النصوص تصفات إلى الأولى إلى وصوشة لتأويلنا إسوى رؤسوشة وكان ترمي فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم لما تفسيرها ما تترمي ما شاء الله شيء تفسير الجهمية لا لها أحن هي تفسير أهل العلم إليه وقالوا الجهمية وحي لهن إن الله ألا لم يخلق آدم بيده إله آدم قعنتي سخماء غور وقالوا وحي لهن إن معنى اليد القوة هو إن كان السؤال ورنك الربو منك صاحبك الله إذا كان صاحبك الله هنا السؤال عليك تفسيرك على يد موحو وفقصية كان جهمية مثل كان أهل العلم على حسب قول التلمذي رحمه الله طيب هذا الكاس ومرك الجري هذا الكاس ومرك وحديدة أوكار إيمانة يا مذهب سلفك وحقوها التفويض بالمعاني تفويض المعاني صفات المعاني ذو الله تفويضية وكان برينا حي الأهل العلم تفسير قبان إليه ما مترمين تفسير ما معنى اللي فهمه شيئا معنيس اللي فهمين تفسير ما ما لا يذكر قلت بطر هذا الكلام لأنه يناقض ما قرره من أن معنى الصفات مفوض وركان سكوهر إمانا وقف أيها القارئ عند قول الترمذي ففسروها على غير ما فسر أهل العلم إذ ما شاء وإذ و أما إذن طيب إذن للجهمية تفسير ولأئمة السلف تفسير أئمة السلف أنا تفسير بإليه فالمرفوض تفسير الجهمية كان للديني مرفوض أو تفسير الجهمية سأقرأ ما كان سلف لم الديني قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة اتفق الفقهاء كلهم حيث وافقين من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث إن لهم التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل نكسابسا من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه تفسير الآن تلمان الآن تشبيه الآن تفسير الآن توقع ولا سافة شيئا فمن فسر اليوم ما انتقف في كفسر شيئا وحن ذلك كاغسا فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة نواكبحي فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ما ينفسر المنسفين المت التلمام ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة أي فضوذين ثم سكتوا وآمسين فمن قال بقول جهل تفسير كل الدينين وكامل ووكي التلمذي وكامل فمن قال قفي إله بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء في قوله الجهل إلى هذا الجماعة وفارق محايا إلهي بوحوك الشيء وكو تلمام الشيء لآن وحلآن تلمان وحبأ هنا يقبان معدومك يقبان رواه اللالكائي في شرح رسول اعتقاد أهل السنة والجماعة جسك كوات سدح بقل كنتن يأثر أثر كالرقم كي ستدوه بقل يأثرتن أويها بل على دار البصيرة ماشى المركب تفسيرك أوديه جلالك عبدي تفسيرك الجهمية ذو وغير فمن قال بقول الجهمي جهم عصبة يا مركب تفسير عن تفسيرك سلف وافق سلام بكفسر تأويل تأويل باطل هذا الكتلمذي هذا لكم محمد بن حسن الشيباني نفس المنوال أيك صعب ها أنت ترى أيها القارئ أن الإمام يرد على تفسير الجهمية الذي يقول إلى التعضيل جرسينا وسلط الضوء على قوله لأنه وصفه بصفة لا شيء لا شاس أكفير وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في جوابه لمسألة عن الصفات خطيب البغدادي ماذا حديثك شافعية أكمل أولي شافعية وحاولي لخطيب أما الكلام في الصفات صفات ككلام كسابسا فإنما روي منها وحل لبوري أو صفات ككمل في السنن الصحاح البوري مذهب السلف رضوان الله عليهم محاويا إثباتها إلا صور وإجراؤها كدريرين على ظواهرها ظاهر كذا إلا مسعدسي ونفي الكيفية كيفية إلا أنفي طيب وعلم الكيفية إلا أنفي والتشبيه عنها تشبيه إلا أنفي
قاب كاسواي يساسي وقت هلاماس من اللي قلتي حافظ ابن حجر نواتي وكهذا اللي وشيغني سؤال فراها بدلا لما عيو حيلو أشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها كيفية نواخا سأسأل الله سبحانه طيب الكاس مركا أن أغتقنا مركا وتفويض أولها أنا أكشيغ كتابك مركا بالذين نواخ إشعرنا أمروها كما جاءت بلا كيف وحل غوض وإشارة وسلفك إيجرين حتى أحاديث معاني للقرارها أي إيجرين أمروها كما جاءت بلا كيف يعني يالا بارباري ومعانيك للجنين وسيتها اللوقات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حديثة من كسائي لفليس من نائي وحيدي جنين حديثة ظاهر كسائي لوهل الدائي أمروها كما جاء وراء نصر شعر ثم عن وراء طيب جامع هذه الكلمات كلمات كثقافة لغسو الأروريي منك اسكسو الأروريي والرسالة هذه الواضحة وبحيي قري طيب وحقوا عنوان كبيرت الاستواء وما قال السلف الصالح عنه استواء يوحي سلف كبهن قلت هذا عنوان براق وعنوان يعني براقة طيب يغر صاحبه صاحب كيس أيوكذين يا يغر صاحبه يغر صاحبه الناس طيب طيب صاحبك واحد مركب قري حقوق كذين يا الناس ذاتك حتى يظن أنه ممن يرجع إلى السلف الصالح في عقيدته لنسى عقيدتي سلف أقول الله أنا إنه يسوع سيدي ولكن لا يوجد تحت هذا العنوان نقل عن إمام من أئمة السلف الصالح فيما يدعيه ويصول عليه ويجود عنوان كان ذات أردت الاستواء وما قال السلف الصالح وح سلف في كمدة أورك كانين مجرى لكن عنوان لقنا خلف في اللي يبدو الحيمة ذاتك الدنبا أي اللي يبدو الحيمة قفك وحلو أغيسي أغمى لي مركا منك إنه سلف كتعلق طيب ذكر تحت هذا الفصل نقلا عن تاجدين سبكي وكبل العالم طيب طيب عن ابن جيب أنه قال إن آية الرحمن على العرش استوى عمدة المشبهة وأقوى معتمدهم حتى إنهم كتبوها على باب جامعها مذان وحيد آيبا الرحمن على العرش استوى ذلك المشبهة عمددود وتير كوذا تير لحات كوذا وح أي عسكلا وح وحور قبضان حتى وحيكو قرين بير آيبا مساجد جامعها مذان قلت أين النقل عن السلف في هذا أم أنك تعتصم بقول خصم أشعري على خصمه إن أشعري نكلا للدودي وخصم جسامي دوركيس اسكقبسته فهذه يمكن أن تقابل بأختها وما ذنب من آمن بهذه الآية إنك آيبا أن ترمى يمال كل ذنب يسمحوا يهين ثم رجع الكرة إلى الخلف والأرتي فنقل عن ابن الجوزي أدن ابن الجوزي وحسن النقضي فيما ذكره في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه فقال قد حمل قوم من المتأخرين وحيكو حنبارين هذه صفة صفة على مقتضى الحس وحس أوكيني فقال وحو الاستوى على العرش بذاته وهي زيادة لم تنقل وزيادة لسوقور إنما فهموها وحيكفهم من إحساس درينك وهو أن المستوي على شيء شيء قفك ككو وحقفك ككرمر إنما تستوي عليه ذاته ذاته أو ككرمر يسوع أو عوانك الاستواء وما قال السلف آوين ابن الجوزي سلف ما هذا أقول هل اختلط عليك الأمر أرنك يا أسايكا كلا أحضر مينيه وتشابهت عليك أقوال أئمة السلف وأسايكا أحضر أنت بتحريفات الخلف ميكو
كوكا درنتي. فهل صار ابن الجوزي من أئمة السلف الصالح من يكمد نقضي أئمة القرون الثلاثة المفضلة؟ أين محتوى عنوانك البراق أيها الرجل؟ عنوانك هذه بر إفاي آوين أضطك كوكذين يسنيهم وحقك كوبنا أم إنه محل بسوا بابا. إن البحث عن كلمة بذاته كلمة بحث جيدة لا نحتاجه أنا أمباهني لأن الله هو الله حي الأل هو الله سوى الله بصفاته هو الله فيها والله الله اسم علم واسم علم على ذات الله يكون عائل. فإذا كان الله هو الذي استوى الله هاسمرك هدويها متك عرشي كسر مري وهو العلي متك سري الله هاسيها. فمن أخرج ذات ذات ذي كساري وقيد الاستواء والعلو استواء علو ذي كقيد بغيرها وحاس وحاله إن ذات وحشك السهر وفي سلا هاي وفي سلا يالي طيب. فمن أخرج الذات وقيد الاستواء والعلو بغيرها فعليه الدليل سائر دليل لقرب أول بيان لأن المطلق شيء مطلق عند الإطلاق إطلاق أكتيس هو الأصل إساء أسأل كما هو مقرر في أصول الفقه إطلاق أسأل إنك ذاتي لا مباهن وأكبح ذي ماشان إساء لقرب أول ساري أنا وحانا يسأل علي إطلاق أسماش أسكجر نعم تكلم إن كان يسأل نفس الكيسة وحاها يسأل المشكلة أدل الويدي هذا اللي رأى العليم السميع البصير بذاته إيسو بحي ذاته سأنا وحو مقلع إيه كان دليل إيه كان هذان إرادة كورن أني ما حوليها أحد كالسميع الله شهد هو الله نعم اللي سفدي سأنا ما كان بحضر ساسو كلها هي الله نفس الشيء أنه ملان لحظة تبغير صفات سوغ إيسو بذاته مياها وكله يتنهد بذاته محاول دي ديمر ما قانون كذا بدك كنت تدعيني سانكي خلاف قانون كذا عليه طيب مسائل يا حديث بعض هيسا طيب ثم إنني أسأل من يدندن حول نفي كلمة بذاته هل تعتقد أن الله سميع حي عليم قدير بذاته فإن قال نعم أعتقد هدئ إلى هذا قلنا له حملانا لما صلبتها عن الصفات الباقية وكوه كلمة بذاته أغب حسه وسيبته فإن قال بالنفي هدئ إلى هذا فقد فر أدئ إلى هذا ما يعني بذاته سميع حي عليم بذاته أمره ميزني فقد فرق بين صفات الله وذاته تلوانه ألا إذا تدي الله كلا صارك مع أننا نعلم أنه لم ينقل كلمة بذاته إن الوسو قولي من لا في العلو ولا في السمع ولا في البصر ونعتقد أن الله بذاته موصوف بالعلم والعلو والسمع وهل المجفاء وحال نأكسونا إن ألا ذاتذي سأوسي في سيء علم يسرين يسمع مدمتك فرق ما ينأني طيب والخلاصة إن أبيت إلا النقل عن الخلف خلف ذات كل لا لابته قابلناك بنقل أئمة الخلف أننا وحن كايا أركيني إلى أئمة الخلف أهيد طيب يكون مقابلين إلى التصريح عن الكلمة فهذا الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في اليمن وصاحب كتاب البيان صرح في كتابه الانتصار تحت باب الاستواء أن الله مستوي على العرش بذاته ساس الشيء فتلك تقابل بهذه والمفزع عند النزاع إلى السنن مدان ابن الجوزي كو قيلين يستم بالغاية هركينا لبقف مرتب الدولان ما السنة لك على بحنيس سنة النبي أنا إذا مطلق إنه وجرت أن تلمامها ألا إذا تد ألا أنا كلا قادم هنا ما كلا ريرين سد ألا أو سمع إذا تدي سأي سمع أوصي في سنتها كلام أوصي في سنتها علم أوصي في سنتها قدرة أوصي في سنتها سرين ما أوصي في سنتها سرين تمية ذات ذاتي تكوى كلا لكن وبذاتي أني ما أنا وحنا حرقة ما وقانون لود الجناه ما كيلين نعم ninki kay yeelay aqal gaaban ama cilmi gaaban asayay jirtaa laakin annay waxaan bandhigeynaa banaanka dhigeynaa yaani waxa aad wada ceebtooda taas annay ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ugu dhawaano ugu jirto bay
هل كان مرفوعان إليه؟ وعلى كل من يشكك المسلمين على أن الله عال على خلقه علوا مطلقا أن يبين. طيب قف قصة مركة مسلمين تشكي جلنا وكشكي جلنا قال إنه عرشي سكسر علوا مطلقا كركي سوحا أن يبين أمورا أرنم إنه عباية لا بد منها وحاكمنا أن يبين دليله في التقييد دليل التقييد ككياني تقييد العلوي بالعلوي المعنوي الغرة أن يلتزم بالنفي فيما يثبته من الصفات السبع نفي قال لفتر كيس أو هل كان ديدا العلوي ذاتك أو ديدا العلوي المعنوي وأولوه تضبط صفاء سيء وهميسي هنا وإن أو كرغا معاني كل يد معنوي يعني أنا عن الجهة إنه إذا ذات الله سمعك وما سفايسنا بصرك وما سفايسنا أو كسار سبح وأن يبين من نفاها من أئمة السلف الصالح عند الذات بذاته الديدي وأئمة السلف كمية نوع عدية وأن يبين للناس أن الله بذاته ليس عال على خلقه إنه ضدك أشياء ذات الله مصر ريسه أما هدو يسوي رواه السيسائي وما يلبحي جرتائي وسيدو رها يسوي جرتاء لكن أنا عبد ويرى إلهي ذات ديس كمصر رئيس مخلوق ذوات ديس ذات أهم ومصر رئيس إنه تاع عبد وهذه لوازم شنيعة وأخيرا طيب ترك هذه اللفظة من تركها لوضوحها في الآيات والحديث عندي كتكت بذاته وتكت إسعبها يضلاق أي كل حد يفتر وذكرها طيب وذكرها من باب تحصيل الحاصل إن إسكتها وذكر من ذكرها قفك الشاغين وحوشا إزالة لتلبيس أتباع الجهنية إن الزولية تلبيس وحال أهل البدعة وحال أهل البدعة بدعة أهل البدعة حاله وذن مشهور واستعد إذا أخرجوا من خندق خندق دي لقب يتترس بآخر مثل قاشان كدكتان وصدق الإمام البخاري إمام البخاري لهم بوشيغ ناقلا عن بعض الأئمة سو كسوا نقلنا في كتابه خلق أفعال العداد وحير أهل البدعة كل يوم في شبهة جديدة أهل البدعة ما لنك استشبه عصوية كجران ما أنت من كان هذا الشبهة أولا هينين إيوح أولا هينين أي بريء وثقافة عصبون سينا الآن أقول هذا أنا ما أحزكين ولما وجه أئمة السنة سهامهم إلى الجهمية مركي كجيديا في القول بخلق القرآن جعلوا اللفظ ذريعة إلى القول بخلق القرآن مسألة كما اللفظ بالقرآن مخلوق كان أي قرآن كجيدا مركي ثم نقل صاحب الرسالة عن ابن كثير وحكس القولي رحمه الله في تفسيره عند تفسير آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة أي إليهم جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح من قابين مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيره من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت سيؤتمن إلى المرء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعضيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين ظاهر كبتك إلهي مخلوق سكشبه أسود دقدقى قلبي عقل وذن منفي عن الله تعالى إله من الله أنفيه فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه محايا الآن لم يشبه وخلقه سكمل ليس كمثله شيء هو سمع البصير والله نعم هذا كان هذا يعني محوش إليه هذا استوى مجرى مولايا والأولى مولايا هذا كان مجرى التأويل من الماشان هذا كل جلانا أقول على الخبير سقطت منك خبيرك أخركي سأكون عضي ما بقي إلا أن أكمل ما تركه المعترض إما تدليسا أو جهلا وأحلاه ما مروا يعني ما شوحك لأيه مهارين كلي إلا أن دميستر ورك ابن كثير بس ورك أولك كجو جي أن دميستريا قال ابن كثير عقب ما نقل عنه مباشرة كسو قوري قداشي ابن كثير مركب وعيري بل الأمر عدو كهرنا يا مكثير سمر بل الأمر كما قال الأئمة سيدنا منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري
من شبه الله بخلقه كفر. إلهي منك شبه خلقه سكو شبه وكفري. ومن جحد قفه ديل وما يأله ما وصف الله به نفسه ألا نفسه سكو سفه فقد كفر. إسان وقاله طيب ما أشخاص مركع نعيم بن حماد الخزاعي الشيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر وإنك خلق الله خلقه سكو شبه وكفري. ومن جحد قفك دين ما وصف الله به نفسه وحوالا نفسه سكو سفينا قفك دين فقد كفر وكفري وليس فيما وصف الله به نفسه وحال أو نفتي سكو سفي ولا رسوله رسولك سكو سفي تشبيه معها وحال أو نفتي سكو سفي رسولك سكو سفي تشبيه معها. فمن أثبت لله تعالى قفك إلهي الصغ ما وردت به الآيات الصريحة آيات صريحة وحيكس أرارتي والأخبار الصحيحة وأخبار الصحيحة حيكس أرارتي على الوجه الذي يليق بجلال الله سيد إلهي لائق أواه ونفع عن الله النقائص ألنا النقائص كهفي فقد سلك سبيل الهدى بريقي هنوك وقال نتاس كتابكم مثلا صوب الله والإله هذا أنت أشيئين وإنتاس أما الذي هي لكراني كان سو مليه كرا إلهي قعن أيو ليه إلا قرآنك إلهي تشبيه شيئا إسكوه مدح شيئا رسولك إلا سيوه كان إلهي إنو قعنك شيئا تشبيه أي تهمس وشتوبيس سيدي ناس إنت أرم نقصنا إلهي كهف ما إدين كرا سيدي سما سوى حقنا هيا تفسير ركالو قليا وماشا نبدأ لديدي فسموا إلهي جعل مليه مية مالها إلهي جعل وهتعطيل في المشيئة للديني وين مية إلى تلاهي هي محاجة أنت اللي قولها أساسا اللي قولها تأويل في الديني وإيه قارئ أيها القارئ بان إرمارك بين هذا الكلام وبين ما نقلنا عن الترمذي لما أسكفير من أن الجهمية أنكرت اليد وقالت إنها تشبيه ومعناها القوة. أما الأئمة قالوا تمر هذه الصفات بلا كيف ولا تتوهم. والشاهد هو الكلام الذي نقل الحافظ ابن كثير عن نعيم بن حماد شيخ البخاري وليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه. أين تفويض المعنى في هذا الكلام؟ تفويض المعنى هي آوات سيجيس. من جهة أخرى طيب ومن جهة أخرى إذا التفت هذا من عصت إلى الكتب التي تسمى في بلادنا العقائد السبعة وشروحها رأيت وحضر كيس أنهم لا يثبتون فيها اليد والوجه يودنك لما وين بين لما صغيرا وديثيا بحجة أنها تشبيه إليتها بيكد ذا فيصدق عليهم المثل أن يكون دبوبا يوافق وافق شن طبقة وإس وافق إنك شن وافق شن طبقة جهميري يأس وافق مركا كان جهميري يساق وافق. ومن جهة أخرى إذا لمحت أيها القارئ إلى العقيدة الواسطية في عقيدة أو حكشي يجي وعينا بل أيضا ترى في أوائلها وحكو أركيس أن أهل السنة يؤمنون بصفات الله ثابتة من غير تحريف ولا تعضيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وكان مرك هذا الكلام ابن كثير أئمة السلف وكشي يجي يكويا الواسطية لنا خاب المفتري وسر بالمقتدي في بال أبو رطيواه يوغي وأنا الفرح جلي قفكي سلف قضيري. وتأمل أيها القارئ قول ابن كثير مبلفيري والظاهر المتبادل إلى أذهان المشبهين إلى أذهان المشبهين بالفيري منفي عن الله تعالى تجد أنه لم يطلق الأذهان بذكر عقوش هذا سمع إضلاق مشبهين تذيهم يقول بل قيد بالمشبهين. وأولى من يدخل في هذه الحظيرة مورضا وحصوغا لروحا أوليسا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية لأنهم عند إطلاق صفة صفة إطلاق إذا تذهب عقولهم عقول شوذوحي آذيسا إذا مركب صفة مركب مقلانيا عقول شوذوحي آذيسا إلى التشبيه ثم يعطلون مركاسي الضفراب بالله يعني فوقعوا فيما فروا منه وحكعرضا بيكون عين شبهه ثم عطلوا فجمعوا بين بدعتين بيكل ميان التشبيه والتقطيل. ومثل هذه الأوهام رد ابن كثير أوهام تانو كل ابن كثير للديوان أهل السنة
فعافاهم الله إلهي وكعافي من هذين الدائين التعطيل والتشبيه ووفقوا إلى الإثبات مع التنزيه. إثبات مع التنزيه سأسأل الله الرباء. طيب قال صاحب الرسالة دلوحي وقال الحافظ بن حجر العسقلاني في الفتح أخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطلق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع ولا أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. أقول لا أدري هل سطر هذا ردا من نفسي على نفسي أم حيرة وأحلاه ما مر. هل كان موحو أقرأني السفر الدية مسواه وريري لما ضبوا مركة قراه رد الإمام مالك على السائل الذي سأل كيف استوى. إمام مالك وحقه الدينين استوى السوغا يما هانه ومن بها يفسده سده من بها كيف استوى سائل يا عرش وصر مره ولم يقل لا يسأل معنى الاستواء مرهن استواء معنيه اللي اسمه ويدي مرهن بل الرواية المشهورة عنه رواية الإمام مالك الشهرورة التي رواها أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث أكوذي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا ضالا فأمر فأخرج. طيب وهكذا مرة الاستواء معلوم ببليه فكيف يتم إيمان بلا معرفة؟ إيمان سؤسي ورجل يا معرفة الآن وما هو السؤال الذي يبدع صاحبه؟ سؤال شسائر كيف يلقوا بدعي سيني وامح أليس هو البحث عما يجاله البشر ميالا إيه وحا إيه بشر كوك جاهل كيهين وهو الكيف وأنا كيف. الأمر الذي سأل السائل مالكا الإمام رحمه الله ويان وقد ذكر الحافظ ابن حجر في نفس الصفحة وحكوش أن عقيدة الشافعي وأحمد وغيرها وغيرهما طيب عقيدة من السلف وحية إجراء الصفات كما وردت في الكتاب والسنة بلا كيف إين أنت من هذا؟ عقيدة السلف واكا ابن حجر نفس الكيسة أسلام ما يشاء كوش يعني طيب وحير عقيدة وحية إجراء الصفات كما وردت الله الدائي ألا تتقي الله في إضلال الناس بغضا على بعض الرجال فقال قارن عيب أن أنت درتي إلى ذلك كبابي سميان إله وعب سنن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهل نحن أهل السنة والجماعة نقول كيف استوى أننا موحن بها كيف استوى إلهي سعر شيء وسلم مريك وحبا يميات أرثانتك أمد بوليسي حتى تستدل ما قاله مالك في الآية سأدلي شتد إمام مالك وحو آية كيري. طيب ألقى لكم جوجينينا مركب التأويلات استواء أويا